ده شيء مهين جدا للغة العربية. ودي أنا أظن إن هو حرب جديدة جدا من الخارج لينا. بشكرك يا أستاذ عبد الله، وبيترجم ما كنت تقوله دراسة ميدانية حول اهتمام حول إجادة الطلاب في المدارس الأجنبية للغتين، اللغة الأجنبية اللي بيدرسوا بيها وللغتهم العربية. هذه دراسة أجريت في مصر، كانت نتيجة هذه الدراسة أنه 60% من طلاب هذه المدارس يجيدون استخدام اللغة الأجنبية، في المقابل 16.5% فقط هم من يجيدون استخدام اللغة العربية، وهذا الأمر اللي بنحذر منه بشدة. دكتور مصطفى، يعني على مستوى الجامعة وخاصة على مستوى الدراسات العلمية، دراسات العلوم، هناك من يقول أنه الوقت الذي نهدره في الترجمة لكي ندرس باللغة العربية المواد العلمية، والغرب أو العالم الأكثر تقدما هو صاحب المنجز العلمي والفكر العلمي الذي عندما نترجمه نكون قد استهلكنا وقتا بنى هو أفكارا أخرى ونظريات أخرى. هل هذا الكلام فيه شيء من المنطق؟ دي كلام عاجزين، ناس ما عندهاش إرادة ولا إنها تبقى تعمل ترجمة وحكايات من هذا النوع. حياتك ما فيش دولة بتدرس بلغة غير لغة ثالثة، ما فيش ولا مثل. إسرائيل أحيت لغة ميتة وبتدرس بيها. التعليم لحد المرحلة الجامعية لازم يكون باللغة القومية عشان يستوعب الطالب، مش عشان أي حاجة تانية، يستفيد أكتر ويستوعب أكتر. اديله لغة جيدة بعد كده في الدراسات العليا يقدر يستعملها. كانوا بيتريقوا على السوريين انهم بيدرسوا بالعربي، ويقول لك اللي يحمور واللي يخضر، ونزعل قوي من اللي يحمور واللي يخضر. يعني دي مصطلحات. السوريين بعد ما بيخلص الدراسه الجامعيه الاساسيه بيكون اتقن لغه في الغالب الفرنساوي، بيطلع يعمل الدراسات العليا في فرنسا ويجدها. دلوقتي بداوا يتجهوا لامريكا، والعلم دلوقتي بدا يبقى انجليزي ويعني اللغه الامريكيه، فبيبعتوا بعثاتهم لامريكا، وعمل بحث دراسه في امريكا اللي عملوها الامريكان على الطلبه اللي جولهم 50 طالب سوري بيدرسوا دراسات عليا، وشافوا مين فيهم درس بالعربي. بكل اسف سوريا بدات ترتب تدرس بالانجليزي تاني، جامعه حلب بدات تعمل دراسه بالانجليزي، فلقوا ان اللي درسوا بالعربي جابوا نتائج في امريكا احسن من اللي درسوا بالانجليزي، وهم يدرسوا باللغه الانجليزي. احنا بقى في حكايه الجامعه هنا بكل اسف. قبل الجامعه هرجع لحضرتك النقطه دي، بس معانا اتصال من المملكه العربيه السعوديه، الاستاذ محمود عبد اللطيف. الو. الو نعم، اتفضل يا استاذ محمود. اتفضل، احنا سامعينك، اتفضل اتكلم على طول. انا دكتور مصري وانا اخصائي جراحه، واشتغلت قبل كده في غرب افريقيا. الحقيقه كان معايا دكاتره من دكاتره من فضل حضرتك بس قلل صوت التلفزيون شويه عشان نقدر نسمعك بوضوح، ونتكلم على طول مباشره من غير ما تسمع نفسك من فضلك. كان معايا دكاتره من اسبانيا ومن فرنسا ومن بلاد غربيه يعني. كان كل ما اتكلم مثلا انا اتكلم بالانجليزي، وده يتكلم فرنساوي وده يتكلم اسباني، كانوا يقولوا لي طب ليه انت ما بتدرسش باللغه العربيه؟ العرب لهم تاريخ، وليه تدرس في انجلترا؟ وليه تدرس يعني دايما يعني يمسكوك اسبانيا بيدرسوا بالاسباني. في اي بلد في العالم بيدرسوا الطب باللغه بتاعتها. لغه تفكير الانسان نفسه بتطلع منه. انا وانا صغير حفظت القران الكريم يعني، اما بفهم هفهم كويس جدا باللغه العربيه. وبعدين اللغه العربيه دي يعني مش عايزه وصف، واي بعد كده هتجيد انت بعد كده اي لغه تحبها، تجيد انجليزي، تجيد فرنساوي، تجيد اسباني، ماهاش مشكله بعد كده. انما اللغه الاصل، اللغه الهويه، لو انت ماشي في فرنسا ما يكلموك، واتكلمت بلغة تانية غير فرنسا ما يردوش عليك. لابد ان تتمسك بلغتك. بشكرك. طيب حاضر، بشكرك دكتور محمود. دكتور تكمل ثم تعليق حضرتك دكتور محمد. يعني الصعيد زي ما قلنا كده، وعندهم الم ترجمه غير ان الطالب بيتقن اللغه بحيث انه يقدر يحصل بيها، كمان بيحرصوا على الترجمه اول باول للحاجات الحديثه حتى ولو مجازات. دي مش مشكله ابدا، يعني دي ممكن تغلب عليها. هي عندنا مشكله، لان احنا عندنا، وحضرتك يعني ادرى مني بهذا الموضوع، عندنا مشكله في الترجمه وفي سرعه في عدد المترجمين.
مترجمين، في كفاءة هؤلاء. لو بدأت مشروع هتلاقي المترجمين وهتلاقي، بس انت اعمل واعمل عزيمة ومشروع بتاع هيتوجد ده كله. نعم. وايام ما كنا لسه في موجة القومية العربية وقالوا هندرس بالعربي، في اساتذة كتير ترجموا مراجع انجليزية للعربية لطلبة الطب. والله يرحمه.